أميرة المهيري مذيعة في قناة دبي وسمى دبي طبعا أو من مؤسسة دبي للإعلام، مذيعة إخبارية صورة بحتة، يعني ما عندي أي توجه آخر. يعني بس أنا من بنات نادي دبي للصحافة، فنحن أنا كنت من المبتدئات في اللي ساهموا في كل فعالية قدمها نادي دبي للصحافة، أحدها وأهمها جائزة الصحافة العربية لمنتدى الإعلام العربي. طبعا كنت في عدة سنوات عريفة الحفل، حفل الجائزة، أدرت عدة جلسات ندوات في المنتديات اللي سبقت، واليوم متحدثة في ندوة من الندوات. يعني بالعكس وايد أنا شفتها، صح إن شوية حد النقاش، ولكن هذا ما يعني ما يلغي المحاور اللي نحنا تناولناها في الندوة. ندوة تكلمت عن وايد أشياء كانت سلبية وإيجابية، وهذا يعني إذا كان يصب فإنه يصب في مصلحة الشاب الإعلامي إن كان مبتدأ أو طالب يتمنى أن يدخل في مجال الإعلام. دبي أحد الدول أصبحت المهمة عالميا، يعني المعروفة عالميا من جميع النواحي. تكلمنا عن الإعلام، هي تتميز بالمدن الإعلامية، المؤسسات ترعى الفن أو الإعلام بصورة عامة، يعني هي من تتنافس بأن تكون تأخذ اللقب في أن تكون المدينة الخضراء، يعني جرين سيتي، في سنة 2018 في سنة 2018 نعم تكون هي صفر حالات أو حالة وفيات. في أيضا في عام إن شاء الله 2018 فتكون هي يعني ما شاء الله مدينة متميزة ومثالية مؤهلة 100% تكون اكسبو 2020 ان شاء الله فيها. نحن لو نتكلم شهادتنا مجروحه، نحن اهل البلد، مواطنين البلد، ونشوف مدى التطور السريع اللي يطرا على مدينتنا. لكن نحن لو نسال السياح ونشوف كل البرامج السياحيه الموفره طبعا لجميع السياح، عدد استقطاب السياح اللي يزورون البلد ارقام هائله تزيد من سنة لسنة. يعني هذا بروحه يبشر بخير ويوحي أن هذه الدولة يعني نعم أكثر استقطاباً للسياح.